نعم، يقول رحمة الله عليه إن المثل الذي ضرب في الحديث في كفاية في إظهار هذا المعنى وبيانه، وهو أن الصدقة تنجي العبد، تنجي العبد في الدنيا من البلاء وتنجيه يوم القيامة من النار، لأنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، فلها أثر عجيب في هذا. يقول في هذا المثل كفاية في إيضاح هذا المعنى. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، رأيتكن أكثر أهل النار. ثم حث على الصدقة في هذا المقام، إذن الصدقة وقاية من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون قليل من الصدقة يقع موقعا فيكون حاجبا ومانعا للعبد وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. وقوله ولو من حليكن، الحلي من أعز ما يكون على المرأة، ولا تحرص على أن تفرط في شيء منه لأنه عزيز وغالي على نفسها، ولهذا حتى الغالي على نفسك أخرج منه ما يكون به نجاتك، ما يكون به نجاتك، ما يكون به فلاحك. لا يتيمم المرء في باب الصدقة الخبيث والرديء وما لا يريد فقط، بل النفيس. ولو من حليكن، ولو من حليكن، ولو من الأشياء العزيزة الغالية عند الإنسان. نعم.